السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايره؟ مع صحيحه مزيان؟ نتمنى تكون اموركم على خير وانتم باحسن الاحوال. مرحبا بكم في قناه ام ريان. اليوم البنات جيت نشارك معكم الطريقه كيفاش كنخدموا هاد راني وريتكم الطريقه كيفاش خدمنا هاد الحصيره هادي بالعقيق المهرس كما شفتوا بالماء تسنو. دابا غادي نوريكم الطريقه كيفاش. دابا ساليتها كما شفتوا هنا، حليت الفتحه ديال الكول ديال العنق. دابا غادي نوريكم الطريقه كيفاش كنجيبو كنخدمو هذاك الدريس اللي كيكون في الجنب ديال نصف طاق. ها انتم البنات نبداو كيفاش كنخدمو الضرس الجوج، وباش كيجينا واقف الا كان بشي ديكالاج ولا كان شي خدمه هذه كتجيب الخدمه كتبينها مقاده. غنوريكم الطريقه كيفاش. هانتوما كيما شفتوا كنجيبو بهاد الطريقه هادي، هانتوما كنوقفوها هكذا بهاد الطريقه. نجيبو شي فنتة، بهاد الطريقه وهنبداو من هنايا. هانتوما كيما كتشوفوا بهاد الطريقه نخدمو الطريس ديالنا. بالنسبه للخيط هنايا، الخيط انا برمى على 3 ديال الشعرات والليبره ديال الرانطه. غادي نبداو من هنايا. بهاد الطريقه هنايا هانتوما كما شفتوا درنا 3 دلويات. كنجيبو عندنا هنايا في هاد العوين، هنايا نقرب لكم شويه باش يبان لكم. كنجيو لهنايا في هاد الوسط هادي، كندخلو ما بين الوسط ديال الخيط وكنقلبو بهاد الطريقه. كنديرو عوتاني، كنجيبو حداه نديرو غرزه بهاد الطريقه هادي، وكنجيبو كنديرو 3 ديال اللويات. نجيو عاوتاني حداها نديرو عاوتاني 3 ديال اللويات. بهاد الطريقة غنديرو بنفس الطريقة اللي درنا الأولى. الغرزة الأولى نديرو الغرزة الثانية، غادي نجيو هنايا في الوسط وغادي نديرو 3 ديال اللويات. نجيو هنايا في الوسط عاوتاني نديرو بنفس الطريقة. نكملو بنفس الطريقة. هانتوما 3 دلويات. دائما كنشدو بهاد اليد هذا، هاد الخيط هذا، وكنجيبو لهنايا هاد الوسط، هاد العوينة عندنا هنايا، وكندخلو ما بين الوسط ديال الخيط. هانتوما الخيط ديالنا، كنجرو ليبرا وكنقلبو الخيط بهاد الطريقة. نديرو بنفس الطريقه
عندي رعو تاني. شو نتمنى يكون الشرح واضح. شي هنايا كيفاش قالبين باش كيجينا ساهل باش كنخدمو هنايا في الجنب ديال شو كيفاش كيجيو. غادي نكملو الطريقة هاد الجهة كاملة، نطلعو من هاد الجهة باش كتجينا مقادة. بالنسبة للخيط، الا تسالا ليكم الخيط دائما كندخلو هنايا في الوسط ديال الخدمة، انتم البنات احنا خدمتها. نكملوا بنفس الطريقة. هانتوما البنات كيفاش كيجي. كيجي زوين وكيجي واقف، كيبين الخدمة. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال هاد النهار، ولا كنتي اول مرة كتدخلي القناة ما تنساش ديري اشتراك، ضغطي على المربع الاحمر اللي كان تحت الفيديو، وديري لايك الى يعجبك الفيديو. وفي حلقة اخرى ان شاء الله. بسلام عليكم، الله تهلاو ليا فراتكم بزاف. وكنشكركم بزاف البنات على التشجيع ديالكم، على الدعم ديالكم، كنشكركم جزيل الشكر على الدعم ديالكم، على الثقة ديالكم. يلا البنات تهلاو ليا فراتكم في حلقة اخرى ان شاء الله. بسلام عليكم.